شكرا لك سيد الرئيس. كل حد ربما إشارة فقط بل يعني شدة مسألة المعارضة في فرنسا بنظر لكونه رئيس اللجنة المالية وهي أهم لجنة في البرلمان الفرنسي هي موكولة للمعارضة حيث لدي ممكن تجد هذه ما فيها بأس كانت مجلس أساسي ربما يستأنس بها لأنه مفيد. الموضوع اللي طلب مني فيه موضوع خطير وأنا مضطر لتقاطع مع زميلي سي أحمد سمير. حاب نقول بالنسبة للبات هذا المتعلق بالسلطة القضائية الحق يقال لاحظت اللي ثم تحسن كبير على مستوى هندسة النصوص. هندسة النص بنقارن النص من لون الإشكال والبات هذا كله من حيث الهندسة يعني قاعد تحسن ولكن إذا كان نشوف النص القديم على ما ضمنه من المقترحات والفرضيات الموجودة فما تراجع في مستوى على الأقل في جانب المتعلق بالمعضلة الكبرى ومعضلة الاستقلالية وخاصة جانب المتعلق بالنيابة العمومية. حقيقة الباب هذا يتميز باب المتعلق بالسلطة القضائية يتميز بتضارب الأحكام وهذا خلاف الدستور 59. الدستور 59 كما تعرفوا الأحكام مضطربة واقتدار الأحكام هذا كان سبب تحمل باب الهمم على القضاء وكان وضع القضاء والحق لا يزال وضع مأساوي فتزعزع ثقة العموم في المؤسسات لأسباب تقريب عديدة وهذا أمر في اعتقادي لا يختلف حوله اثنان. والاعتقادي يسمع حديث بتاع الممثلين القضاة سواء النقابة أو الجمعية يعني يشعر بتأزم وضع القضاء يوم والحاكم القضاء المفروض أن يكون ملجأ للمظلوم لأنه القضاء المفروض أن يكون ملجأ للمظلوم وإذا بالقضاء هو نفسه الآن أصبح ضحية في وضع الضحية. والمقصد حقا أن حال القضاء والقضاة تعكر زاد تعكر في السنة الأخيرة حينما كان من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة من طرف المجلس التأسيسي والحكومة لتحصين القضاء والابتعاد عنه عن التجاذب السياسي الذي أصبح يميز الحياة السياسية إلى درجة أصبحت مملة لعموم الناس في بعض الأحيان. وفي ظل التشخيص هدايا الموجود الآن فأقول أن إعادة ترتيب البيت القضائي يستوجب أحكام دستورية حاسمة لتحصينه ضد الانحرافات ولو أن الأحكام الدستورية الجميع يعلم لا تكفي وحدها لتحصين القضاء. فماذا يطلب المجتمع من القضاء؟ المجتمع يطلب من القضاء أن يكون قضاء محايدا، أن يكون قادرا، أن يكون مستقلا عن السلطة وأن يكون مستقلا عن المتقاضين أيضا. هذا جانب على غاية من الأهمية لأن لابد أن يأتمن الناس للقضاء وبالتالي كما نعلم في بعض الأطراف في بعض الأشخاص ذوي المال ذوي التأثير عندهم تأثير على القضاء. والسؤال يطرح نفسه هل أن مشروع مسودة الدستور يكفل من حيث الأسس على الأقل هذه المكونات التي بدونها لا يمكن أن يستتب العمران كما قال ابن خلدون. هناك إيجابيات وهناك نقائص بما أن الوقت قصير مش في الطرق التعرف بإثناب للإيجابيات ولكن مفيد أن نقول على مستوى المبادئ القضاء سلطة وهذا شيء مهم جدا ولو أنه بعضهم أصبح يتحدث في اللغة العربية يعني فما اختلاف في اللغة العربية مش أفوار أوتوريتي بالتالي يعني لتعزيم هناك إرادة من البعض لتعزيم القضاء وتقليل الجهل. والقضاء في النص هذا أيضا القضاء سلطة مستقلة وهذا شيء إيجابي ولكن سلطة مستقلة تسهر على إقامة العدل. وسبق لي أن كتبت قراءة الباب القديم وأرسلتها للمجلس وذكر زميلي الأستاذ عميد فاضل موسى أنه وقع التداول في شأنها وأخذ بعض الاقتراحات وهذا شيء مهم جدا ممنون. وكنت أتمنى أن يكون النص أكثر صرارة لأنه يسهل نجم يرقد يعني يتكفل يعني أنه القضاء يعني ليس مجرد يعني لابد أن يتكفل بإقامة العدل. كي
الاستقلال. هناك احكام في الباب، وقرر ان هناك احكام في الباب، في الباب المشترك المتعلق بالقضاء العدلي والاداري والمالي، مش هتعرض لها بسرعه، خلي الباب المتعلق بالقضاء الاداري زميلي سي احمد، تساعد على الاستقلال. ثم مساله عدم امكانيه ايقاف او اعفاء القاضي، هذا جانب ايجابي. عدم قابليه العزل، هذا شيء ايضا ايجابي. عدم قابليه النقل، ولو انه هنا حق القاضي المفروض انه مفيد ان نبين هذا، ولكن لابد ان نترك مجال عند ضروره العمل. عند ضروره العمل لابد ان نكرر في بعض الحالات ان ضروره العمل تعتبر مش يعني نسد فراغ، يكون فيه شغور في محكمه من المحاكم، لابد ان نستجيب لحاجه القضاء. وفي اعتقادي من الوجيه ان يتم ايجاد او ترك امكانيه حتى يتمكن المجلس الاعلى للقضاء او رئيس المجلس الاعلى للقضاء او نشوف جهه اللي مثل الحاجة نبعدوا على ما كان يمارس في الماضي. وزير العدل كان يعمل لحد تقريب في المجال هذا، ولكن في اعتقادي مهم ان لا نترك ايضا فراغ. ومفيد جدا انه حركه القضاء، ايضا حركه القضاء ان ينص عليها صراحه انها تكون من مظهر المجلس ويسهل على اعدادها بالاشتراك مع وزاره العدل. من ايجابيات المشروع ايضا التنصيص على المحاكمه العادله والمقاضي على درجات عين، وحق الدفاع، وكذلك الحرص على جعل الحق في القضاء فعليا، ولو ان الصيغه المستعمله اللي هي يكفل لغير القادرين ماليا ان ولوج القضاء، اعتقد انها الامر ربما نقول تضمن الدوله ممارسه حق القضاء، يعني نعم يكون ربما افضل. فيما يتعلق باصناف المحاكم، يعني لاحظت اللي فما يعني حظر لانشاء محاكم استثنائيه، وهذا في رايي انا من انصار انه تأكيد مهم جدا في الدستور أن تكون المحاكم، يعني لأن أنا ما أعرفش معناها محكمة استثنائية، محاكمة استثنائية يمكن حتى محكمة مختصة خصوصية، أو ما شفنا في الدستور مش نشوف بعض يتكلم على القضاء العادي يكون قاضي متخصص، يعني أنواع أخرى من القضاء، محاكم أخرى يمكن أن لا تندرج في المنظومة اللي نعرفوها محكمة التعقيب وغيرها، يعني يمكن أن تكون محل تساؤلات. أنا من رأيي أن نؤكد على ضرورة احترام المبادئ في الإجراءات، يعني أكثر من الحظر، لست يعني خصوصا وأن مسألة التعريف غير يعني سهلة. أنا هو ما قال حاكم مثل مجلس المناسب في مثل هذه الأحوال، ومحكمة يعني ونعرفه فيما بعد، يعني فهل هو محكمة استثنائية ومحكمة خاصة ولا النص الدستوري؟ ما تعرفش للجانب هذا. المجلس الاعلى للسلطه القضائيه هذا جهاز مشترك لكل من القضاء العدلي والاداري والمالي عندما ينعقد في جلسه عامه، ويتهرع عن ثلاث مجالس ووظيفته السهر على حسن سير القضاء واستقلاله، وكذلك يعني البدء في مسار المهني والتاديب. يعني هذا مساله التاديب هي مساله حقيقه تطرح اشكال، هل ينفرد بها المجلس الاعلى؟ هل انه باش يكون المجلس الاعلى يتخذ هو القرار التاديب وحده ماش طرق طعن ام لا؟ هذه المساله انا في اعتقادي ربما يكون مفيد ان تكون فيه غرفه تاديبيه فيها قاضي من الاصناف القضائيه الثلاثه، يكون فيها استاذين الجامعه، لانه في اعتقادي مفيد جدا ان ثم شويه تعديل، هذا مهم. لكن المعضله الكبرى بالنسبه للمجالس القضائيه الثلاثه هي مساله التركيب، لانه ربع المجالس هذه الثلاثه باش تكون يعني ربع فقط منتخب، في حين ان كنا ننتظر ان يكونوا على الاقل ثلاثه ارباع يعني منتخبه ويتم، يعني وهذا يعني في اعتقادي فما انتكاسه حتى بالنسبه للمشروع الاول، المشروع الصائف كان فيه وضع افضل. هوني يعني اعتقادي ان استقلاليه القضاء تستوجب على الاقل ان ينتخب ثلاثه، صحيح يمكن ينتخب النصف نتاعهم والبقية المنتخبين وبينهم يعين الناس من خارج القضاء، لأن تطعيم المجلس الأعلى للقضاء بغير خلافا لما نسمعه من بعض السادة القضاة، أنا من أنصارهم يمكن جد، ولكن الناس هذوما أساتذة من الجامعة ربما يسميهم المجلس الأعلى الأعضاء المنتخبون، لماذا؟ القضاء العدلي يعني تم تعكيس الأحكام بصورة ملحوظة في شأنه بالنسبة للمشروع الأول وفي فصلين أصبح، ولكن المسألة اللافتة للنظر هي مسألة النيابه العموميه. النيابه العموميه ومساله استغلالها. وفي المشروع الاول اللي تعمل في الصيف الفارقه وقع اشاره من بين الفرضيات الموجوده كانت استغلاليه النيابه العموميه عن سلطه الاشراف عن وزاره العدل.
وهذا وقع تغييرها تماما، وهذا بطبيعة الحال ما يكونش الإنسان يعني ما ينظرش لما يجري في الوضع الحالي في البلاد. وشخصيا يعني نسمع ونقرأ أن ثم محاولات لوضع اليد على القضاء، وأعتقد نشوف شيء كما ذلك، نقول راه النصوص الصيغة هذه ممكن يشتغل على ذلك. استقلالية القضاء هي أم المشاكل، ويبدو أنها بعيدة كل البعد عن تكون محل تبقية في الخطاب السياسي الحالي بكل أمانة. هذاك نزيدوه الوضع المادي للقضاة يعني في الحال هدايا يعني يعني ما يساعدش بالكل على الاستقلالية. في خاتمة الحديث أريد أن أشير إلى نقطتين بسرعة. ناحية الأولى في اعتقادي مفيد جدا بالنظر لموضوعنا أن نظامنا في الدستور حظر للجوء إلى القياس في تأويل النصوص الجزائية. هذا أمر مهم جدا لنا نجيب، لأن هذه بالنسبة للموروث نحن عندنا في الموروث بتاعنا لنا نجيب القياس مصدر مصادر، وهذا يمكن يكون عندها خطورة. نعم المنظومة الجزائية في العالم كله في الدول المتقدمة تحظر حظرا باتا اللجوء إلى القياس، هذا في اعتقادي مفيد جدا. ثم هناك مسألة أخرى لست أدري لماذا النص يعني تغافل عنه، مسألة تنازع الاختصاص. احنا قرينا قضاء عادي وقضاء إداري، على الأقل قضاء مالي عنده خصوصية، ولكن عندنا ركنين أساسيين يعني على مستوى كثرة النزاعات بالنسبة للمتقاضين عنده نوعين، قضاء عادي وقضاء، ولكن لم يذكر شيء، لم يذكر شيء حول تنازع الاختصاص. وتنازع الاختصاص بين جهازي القضاء مش مسألة يعني مش فرضية نظرية، يعني قاعدين نشوف فيها للآن بالرغم من اللي ما مجلس تنازع الاختصاص، ولكن نعرف إن هي موجودة بكثرة. شكرا.